عام 2030. طبعا انا سعيد جدا بالكلام دوت. نعم. لكن بقول حاجتين. بقول ان في تقرير امريكي صدر قبل الكلام دوت السنه اللي فاتت في نص العام الماضي، وقال مصر سنه 2030 هتكون 2030 بالظبط هيكون ثالث افضل اقتصاد. ده نقطه. بلومبرج العالميه قالت ايه؟ وكانت بلومبرج العالميه من حوالي 4-5 اشهر قالت توقعاتنا لمصر هتكون ثالث اكبر اقتصاد في 2028-29. اذا ليس جديد الكلام ابو طلال، لكن هو تاكيد. وبالتالي بنى كلامه على ايه؟ على حاجتين مهمين جدا. معدل النمو المرتفع، الانفاق على البنيه التحتيه. وبالتالي ده شيء مهم جدا، وده اللي خلى يمكن السيد الرئيس لما كان بيزور كل الدول الخارجيه كان بيسبق الزياره بيوم بيومين، بيقعد مع رجال اعمال ومع مستثمرين بيقول لهم مصر اتغيرت، مصر بقى عندها بنيه تحتيه. كنا قبل كده لو فاكر يا استاذ مصطفى كنا بنجيب المستثمر نقول له بس انا ما عنديش طاقه هتطقطق معاك. النهارده الحمد لله ربنا كافئنا لما احنا شغالين باكتشافات مهوله في الغاز، خلتنا بالحمد لله تحولنا من دوله من مستورده للطاقه الى دوله مصدره للطاقه. فده كله بيقول ان مصر شيء طيب جدا. اه هديك مؤشرين كويسين قوي. عام 2019 في تقريرين صدروا اهم من بعض، قالوا ايه؟ قالوا ان اداء العمله المصريه هو تاني افضل اداء على مستوى العالم بعد العمله الروسيه. حد هيقول طب هو في معيار ولا كلام عشوائي؟ اقول لا في معيار. انا بثبت العمله العالميه اللي هي الدولار واشوف انا اتحسنت عنها بمعدلات قد ايه. اظن قيمه الجنيه المصري زادت الى حوالي 18% خلال الاشهر القليله كده، وصلت 23-24%. وروسيا كانت 30، فعشان كده كانت روسيا افضل اداء واحنا تاني افضل اداء على مستوى العالم. التقرير الاهم بيقول ايه بقى؟ وده المهم ليه؟ لان ده اللي بيخلق فرص وبيشغل المجتمع. معدل النمو الاقتصادي في المجتمع. قال مصر صاحبه ثالث افضل المعدل على مستوى العالم بعد الصين والهند. الاولى الصين والثانيه الهند، مصر الثالثه. والفرق مش كبير. الصين كانت محققه 6%، انا كنت 5.6. السنه دي مع الكورونا متوقع مصر تبقى الاولى او على اقصى تقديرها تبقى الثانيه. فكل ده بيقول ان مصر عندها مقومات حتى على المستوى الداخلي. ما فيش شهر بيعدي الا ما عندنا افتتاحات جديده، طرق وكباري وانفاق ومصانع جديده وعاصمه اداريه وقناه السويس. وفي كل الكلام دوت زي ما حضرتك قلت من شويه، وانا براعي البعد الاقتصادي براعي مع البعد الاجتماعي، تكافل وكرامه وضمان اجتماعي ومليون وحده للاسكان الشعبي والاجتماعي و 200 مليار للشباب يعملوا مشروعات صغيره ومتوسطه بفائده ما تزيدش عن 5%، و100 مليار لاصلاح اوضاع المصانع المتعثره. ما انا لسه بقول لحضرتك بالاضافه لكده المبادرات المهمه جدا اللي زرعت. انت النهارده بترصد 100 مليار عشان مصانع متعثره، 31 مليار عشان تقوي الصناعه، ومؤخرا بتلغي مساله ان المستثمر يتسجن تحت اي بند من البنود، وبتشيل التراكمات الماديه على الشركات اللي غير قادره علشان تقدر تنمو، بتسلفهم كمان تعاونهم تديهم مزيد من القروض بكام؟ بفائده ما تزيدش على 10%. ايه ده؟ كل ده بيتم. مبادره كمان في السياحه نتيجه ان الفتره الماضيه في شركات في فنادق عانت، شلت عنها المديونيه السابقه وعومتها وديتها عشان تقدر تنطلق، والحمد لله السنه دي هتبقى اعلى ايرادات للسياحه في تاريخ مصر. فكل ده بيقول ان الدوله واعيه عارفه بتعمل ايه. لما السيد الرئيس بدا كان عنده مشكله ظريفه جدا وقويه جدا، ان قبل منه على طول ايام حكم الاخوان كان في مؤشرات خطيره جدا. معدل النمو اللي بنقول السنه دي هيوصل 6%، وصل في عهد الاخوان كام؟ 1.8%. صحيح. وكمان نشوف الازمات، لما تيجي نشوف حتى نظره العالم الخارجي لنا كانت بتقول ايه؟ بتقول في الفتره دي مصر خلاص وصلت لمرحله انها لم تعد قادره على سداد ما عليها من التزامات ماليه للغير، ولم يعد امامها سوى احد خيارين، اما ان تعلن الافلاس بشكل رسمي او ان يحدث لها ثوره للجياع. نفس الوكالات دي ستاندرد اند بورز وفيتش بتقول ايه السنه دي؟ بتقول النظره المستقبليه ايجابيه ومتفائله. لا دي نظرات مختلفة جدا. ده ما بيجيش من فراغ، ده كله نتيجة عمل. والأهم من دي ما بقيناش بنبص تحت رجلينا. السيد الرئيس لما الناس قالت له احنا عندنا أزمات وجعانين وعايزين ناكل وعايزين نهتم بيه، قال لهم لا أنا لازم أبني
بنيه تحتيه تشيل الجيل الحالي وتخلق له فرص عمل كثيفه وسريعه وخفض معدلات البطاله اللي انخفض بقت 7.8 اللي كانت في عهد الاخوان 14.8 والعجز في الموازنه العامه نزل اظن 7.2 نتكلم 7.8 كان 14.6 بحكم الاخوان. صحيح. الشكل اختلف تماما. ليه؟ لان السيد الرئيس اقتنع وامن بفكر مهم جدا، لابد وانا ببني لي المجتمع النهارده لازم اراعي المستقبل وراعي ابنائنا، فعشان كده خدنا خطوات جريئه. نعم. في البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وده اللي خلانا عملنا النقله الكبيره دي. شكرا لك.